اتيكيت ودائما مع نادين ظاهر ونصايح وتيبس بنستفيد منها شو ما كانت المناسبه وشو ما كان الظرف. صباح الخير نادين. صباح الخير. لا كيفك اليوم؟ الحمد لله. لقيتك قبل ما تسافري. ايه صحيح. هلا بدي ودع المشاهدين تقريبا اسبوعين. لا رد. وانت يلا كمان بدنا ناخذك معنا. يا ريت، بس بدنا حدا يضل على الهواء، بس ترجعي بيكون دوري. ان شاء الله بتنبسطي على كل. اليوم في عندنا موضوع له علاقه بموسم الصيف ومناسبات موسم الصيف، كثير منا بيستلموا دعوه حتى نحضر جاردن بارتي او حفله بالحديقه. صحيح. يعني اليوم بتعرفي الحفلات الاماكن، انا دائما بتسالني انه هل بيختلف العزيمه اذا كانت على بيت، اذا كانت على مطعم، اذا كانت على حديقه؟ العزيمه كعزيمه كدعوه ما بتختلف ابدا، هو فقط اللباس شوي بيختلف، انما اتيكيت المرافق لاي دعوه دائما بده يكون هو ذاته. يعني حتى اذا كانت عزيمه على حديقه مفروض يكون في كارت، مفروض يكون في دعوه خاصه، مفروض يكون في دعوه سليمه، هيدا اهم من كل شيء. على التليفون مثل ما قلنا الطرق الطبيعيه اللي نحن، يعني الدعوه بتتقدم مثل اي مناسبه اخرى. بالضبط. مش لانه هي بالحديقه بتكون كاجوال اكثر. بالضبط. يعني مش انه بتختلف لانه بالحديقه، لا هي ذاتها، انما يجب اعلام الضيف انه اتس جاردن بارتي، لانه بيتوجب على المضيف او على الضيف على الاقل انه هو يلبس لباس شي معين. خاص. نعم. يكون مرتاح اكثر. هلا رح نقول شو الاشياء اللي المفروض ينتبه عليها اولا المضيف فيما يختص الحديقه. اذا كان عنده حديقه كبيره كثير، يعني بيقدر يستقبل فيها عدد كبير من الاشخاص، ما يستعمل هيدا الموضوع لعزيمه او لدعوه عدد اكبر من ما بيحتمل المكان، مش لانه انت بتعرفي بتشوفي المكان بيكون كبير، يجب انك تعملي حساب كثير محدد حساب شخص بيستوحي المكان، مش لانه هو بتعرفي وقتها بتشوفي المكان امرات بتحسيه كثير كبير، وقتها بتعزمي كثير ناس بيصيروا كثير فوق بعضهم حتى اذا كانوا بيرتاحوا ما بينبسطوا ابدا. ثاني شغله السيتنج، يعني هل بنحط طاولات؟ اكيد بنقدر نحط طاولات، يعني بتقدري تكون قاعده ويقدر يكون ستيل بوفيه، اثنيناتهم مهمين، ولكن يجب انه يكون في شماسه، يعني يجب انه يكون في مكان مغطى، لانه نحن بنعرف بالليل ممكن يكون في ندي، ممكن الناس تبرد، يعني اذا كنتوا باماكن شوي عاليه الانتباه لتغير الطقس، واذا كان في هيك شيء كمان الانتباه يكون في عندك عبيات، يكون في عندك شاليه موجودين. من اصحاب العزيمه اكيد، لانه انت ادرى ببيتك من الاشخاص يلي بيكونوا جايين. هلا اذا كان عندك الجاردن ما فيها ابدا مكان لحتينا الستات يوقفوا، كمان بتقدري يعني وقت اللي بتعملي العزيمه بتقدري تقولي لهم انتبهوا الكعب العالي، نحن ما في هون بنشوف الفظايع. يعني اذا ما كان حتى لو كان عندهم علم، اوقات بنشوف صبايا وسيدات جايين بالكعب العالي وبيتعذبوا مزاج لنا للنظر. هلا فيكون اي ملائم للجنينه. ملائم، يعني انت هون لازم تعرفي كيف، يعني كيف شو تلبسي، هيدا بتصور هيدا الشيء الكعب العالي المروس اللي بيغرس. مزبوط. وبعدين بتصيري انت مضايقه عن الضيف. هلا في كمان ادوات صغيره بحطوها بقلب الكعب، كمان بيقدر المضيف اذا بيعرف يأمنها، مثل ما كمان في على الكس على الصحون، اذا كان انت بدك تعملي بوفيه وما في طاولات ابدا، بقلب الصحون كمان في هيك نوع من ديفايس او هيك ادوات صغيره، اداه صغيره بتشكيها بقلب الصحن وبتعلق عليها الكيس. نعم. فهدول اشياء صغيره بتقدري انت تامنيهم وقت لتريح الضيف. لتريح الضيف، يعني بتحسي انه في نوع من اللفتات. نعم. لفتات لانك انت بتعرفي يعني هيدا شخص او فكرتي بكل شيء للمناسبه. يعني كثير حلو وقت اللي انت بتعزمي الاشخاص تحسسيهم قديش انت فكرتي فيهم، مش بس فكرتي بتفاصيل العزيمه الورد والاكل، بس ما فكرتي بالاشخاص. هيدي اشياء كثير مهمه نحن ننتبه لها. إذا كان في كمان أشخاص كتار، كمان بنعرف إنه بالجاردن بارتيز ما فيك تعرفي كل الناس على كل الناس. ليه؟ لأنه ما في أماكن محددة، بس بتقدري إذا شخص أنت عازمتيه ما بيعرف حدا تاخديه على جروب
وتعرفيه عليهم اذا جاي لوحده بالاخص. طبعا اذا كان جاي لوحده او اذا كنت بتعرفي انه هو ما بيعرف حدا ابدا. بتقدري انت كمان اذا كان شخص من الاجانب، نحن بنعرف انه بالصيف بيكتر الاجانب عندنا يعني بزوارنا من برا، اذا كان في اشخاص ما بيحكوا اللغه كمان تأمني لهم على الاقل اشخاص بيحكوا لغتهم. هيدي لفتة كتير كبيرة من المضيف. كتير كمان ضروري انك انت تكوني عارفة الاشخاص انه ما تكونوا مخانقين مع بعضها. يعني الفكرة انك انت تعزمي ناس على الجاردن بتلعبي دور حكم اوقات، ايه، لانه كتير مهم اذا كان ناس بتعرفين انه هن كتير مختلفين مع بعضهم ما يكونوا قاعدين ما يكون عندك بالبيت. انا هيدا المصالحات ما كتير بامن فيها، يعني ممكن ينتج عنا اشياء اكتر. في كابلز ممكن يكونوا منفصلين، يعني كمان بتتجنب انك تعزميهم الا اذا اعلمتي الطرفين انه الطرف الاخر رح يكون موجودين. لانه هيدي امور يمكن انت ما بتتحكمي فيها، خصوصا انه لو كنتي على الطاوله، يعني لو كان في طاوله وحده وصغيره وانت عم بتجربي تعملي ممكن انت تسيطري على الحديث والاجواء، هيدا بدون ادنى شك. هلا اذا كان في عندك كمان اذا كان عندك وقت محدد انت نحن كضيوف مفروض نوصل على الجاردن بارتي، اذا كان محدد انه الساعة 6:30 بليز ما نتاخر. يعني اذا حاطينا بكير معناتها هن حابيننا انه نحن نشوف السانست، اذا كانوا حاطينا مأخر كمان ما نتاخر كثير. هلا البيوق توقع ست البيت بالمشكل الكبير انه انا اي ساعه بدي احط الطاوله، وخصوصا انه بلبنان صارت عادي ما بعرف ليش من وين اجت انه الواحد اذا تاخر بفكر حاله انه هو كلاس او هو ستايلش. مختلف او هو ستايلش، وهيدا اكثر شيء معيب لاي شخص، يعني للضيف وللحاضرين. صح، هيدي قله احترام للضيف للضيف اولا، للمضيف ثانيا. اذا ما عندك عذر لانك تاخرت انك انت تجي الساعه 10 وقت بتكون العزيمه الساعه 7، فهيدا معناتها انك انت منك مقدر هالعزيمه، ما احترمت الدعوه. فانا كسيده منزل دائما بحترم الاشخاص اللي اجوا على الوقت، فبدي احسب من قدوم اول شخص ماكسيموم ساعه ونص لساعتين، هيدا ماكسيموم اذا كنا بجاردن بارتي. exactly. يعني ما يتقدم الاكل قبل مرور ساعه ونص، يعني اذا كنت كثير بكير تنقول 6:30 بيكون في اشياء عم تتقدم، ميزات صغيره، ولكن على 8:30 يعني ماكسيموم بدنا نفتح البوفيه. لانه اذا بتخليهم من 6:30 لساعه 10 طيب الاشخاص اللي اكزاكتلي الاشخاص اللي خصوصا اذا ما في انترتين، الاشخاص اللي اجوا كثير بكير هن صار لهم تقريبا 4 ساعات قاعدين، فهيدي تحسبي انت الوقت يلي صاروا جالسين فيها. اذا اجوا 8:30 بقدم العشاء الساعه 10. هلا اذا في ناس آخرين ناس جايين مأخرين، وقت اللي بفوتوا when they are here you serve them، يعني وقت اللي بفوتوا دغري على الأكل، وأنا بشوف هذا الشيء أبدا منه كتير سليم، يعني مش ما بحب هالفكرة، يعني إنه الواحد يجي مأخر. دونك لهالسبب نحن اليوم إذا كان عملنا أي عزيمة ننتبه كتير منيح لأنه الأشخاص يكونوا محاطين بالاهتمام الكامل. هلأ على ست البيت وسيد البيت يتقاسموا المعازيم، يعني على الأقل كل واحد فيهم يمرق مرة على كل المعازيم، ومش بذات الوقت إلا إذا ما كانوا بيعرفوا بعضهم. يعني إذا كان الرجل بيعرف هالكابل بياخد زوجته بالأول بيرجع بيروحوا بيوقفوا معهم، لأنه في كتير أمرات تكون أنت بتعزمي ناس الزوج خصوصا لل متزوجين جديد، إنما يجب أنه دايماً السيد والسيدة ما يهتموا بس بتفاصيل السهرة، يهتموا بالضيوف، وهيدا أهم شيء. هلأ إذا قعدوا على الطاولات وما كان في اسماء كمان يجربوا يخلطوا العالم مع بعضهم. يعني ليش بيخلط العالم ما بيعرف مع بعض يعرفوا عن مزبوط. بعضه هلا بدي اقول شغلي بالجاردن بارتيز هي المكان الانسب لتتعرفي على الناس اللي ما بتعرفيها. انا كشخص ما بعرف حدا بقدر اتقدم من جروب من شخصين او ثلاثه واجي واعرف عن نفسي واوقف معهم واتسير معهم. جربوا تجنبوا الاشخاص اللي بس بتعرفوهم، لانه بهالمناطق بهالاماكن
اسهل شيء انك تتعرفي على الناس في هالجو المريح اذا بدك. صحيح، خصوصا انك انت بتكوني تحت مظله اشخاص بتعرفيها. ليه؟ لانه انت هيدا الشخص اللي انت عزميك بتكوني بتعرفيه، فهو عازم ناس لحتى يكونوا كلهم اجمالا متجانسين. وهون الحلو فيها اذا ما حبيت الاشخاص اللي واقفه معهم فيك بكل سهوله تنتقلي، ما مجبوره تعدي معهم على الطاوله بدون اي شك. واذا في ناس حبت يعني ما نعلق وما يعلقوا الناس على بعضهم، مش انه حدا يجي ويضل كل الوقت مع الاخر، وما تحسي حالك مجبوره انك انت بحاجه انك تضلك مع شخص بس لانه هو لحاله، لا بتقدري تتنقلي بتقدري تقومي. هيدا شيء كثير حلو، بالعكس هيدا من هيك نحن بنعمل عزايم ليكون في تواصل بين الاخرين. حلو كثير الموضوع نادين مع بدايه موسم الصيف، لانه اكيد رح نتلقى عده دعوات من هالنوع حتى نكون مرتاحين اكثر ونعرف كيف نتصور وننبسط قد ما فينا من دون ما ناذي او نجرح حدا. شكرا لك على المعلومات، رح ترجع بالسلامه. ميرسي ولك كمان. واقفين مشاهدينا ومنتابع حلقتنا مع ناتالي وايت رايت.